اتفضل يا سيد حسونه. يعني معقول اخش قبل سيادتك؟ اتفضل. اهلا بيك. اتفضل يا سيد حسونه، اتفضل. يبقى هولي الزنزانه يا عبد الجبار. حاضر. انت مش قلت هنقعد عندك؟ الريحه هناك فظيعه حسونه، قلت عندي هنا احسن. عندك فين؟ وبعدين يا حسونه، تشرب كونياك؟ لا. تاخد نفسين؟ انا عاوز افهم. شوف حسونه، البلد مليانه حاجه اسمها مراكز القوى، صح؟ صح. في عندنا واحد منهم هنا، صح؟ صح. هنستغل الحكايه دي ونطلعك. مش فاهم. طبعا مش هتفهم، لو كان ده يفهم كنت انت فهمت. خليك مؤدب بقى. حسونه سلم لي دقنك. نعم يا اخويا. جرى ايه؟ ما انت بتحلق دقنك كل يوم، وهتفضل 99 سنه تحلقها. سلمها لي شهر. سلمتك دقني. انا بقى مش عايزها. يا نهار اسود يا جدع. نهار اسود ايه؟ قول يا نهار فل، يا نهار ابيض، ده احنا نهارنا عسل. كلام من ده. ده انت من حسن حظك انك انت قابلتني. عليك حاجات. اولا تدينا 4000 جنيه اوزعهم على الناس اللي هيمثلوا معايا التمثيليه. انت ساكت ليه؟ قلت ايه؟ اديتك. مش بالكلام، دول 99 سنه يا راجل. كاش. خد ما نشوف اخرتها ايه. تكتب لي الشيك ب 5000 جنيه عند البراءة. نعم يا اخويا. في قضية من غير اتعاب يا حسونة. اوكي نكتب لك. في حاجة تانية؟ تستعمل سلطاتك في إن أخرج بكرة 6 ساعات. حاضر. في إيه تاني؟ تسيب لي الزنزانة أقعد فيها علشان أقدر أدرس القضية في جو مناسب. أهو ده بقى اللي مش ممكن. دول 99 سنة يا حسونة. أوكي. 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 والله بقيت بتتكلم إنجليزي وبقى ليك فورمة يا حسونة بعد ما كنت بتشيل القصعة. بلاش حكاية القصعة دي هنا بقى. أنا استشرفت يا فندم، فرصة سعيدة جدا. مع ألف سلامة. مع ألف سلامة. اعتبر القضية قضيتي حسونة بيه. ده مكتبك في أي وقت، اتفضل. أنا استشرفت. وصلوا يا عبد الجبار. مع ألف سلامة.